ضمن سلسلة جولاته بمختلف ولايات البلاد الهادفة إلى توعية المواطنين حول السلام والعيش المشترك خاصة بين مربي المواشي والمزارعين، وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الدكتور عبد الرحيم عوض الطيب عقد اجتماعا مع مختلف المسؤولين بالمنطقة، إذ قال فيه الأمين العام لولاية والداي أبكر حسين ديديقي إن ولاية والداي من أكبر ولايات البلاد احتضانا للمواشي وكذا الأراضي الزراعية، داعيا للوزير بالتدخل لإيجاد حلول لها. بدوره وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الدكتور عبد الرحيم عوض الطيب أفاد إن هدف المجلس العسكري الانتقالي الأمن والاستقرار ونشر ثقافة السلام. ندور أمن واستقرار، وأمن واستقرار ده كان بجي ده إلا كان مشاكل ما في. كل اللي قالوا شوفوا ده المشاكل بتلقى كلها في خمسة مكان في القرى: مرهال، مرتا، منزل، زري، مكان أنا ألمي. هذا وقد تداخل بعض الحضور من الشيوخ والملوك وممثلي المجتمع المدني بعدة اقتراحات لحل المسائل العالقة وتجنب الوقوع في العنف.